طيب ما شاء الله تبارك الله 2020 فيرست اديشن للي يرغب في داخلية لون فاتح بني خارجي بيج داخلي الموتر ما فيه السقف البنظامي راح نمر على المواصفات بعد شوي. خادم الحوادث وخادم الرش تحكم مستقل بالمطيف الخلفي. طبعا عندك تحكم بالمكيف فيه القدرة لك من هنا بالكامل. الشنطة شفت طبعا فيرست اديشن بتشوف هناك موجودة الكاميرا هناك. ذاتس فاير توب انا شغل الان شوف تروح الوكالة كلها موجودة. في ثلاجة ما شاء الله تبارك الله تمام بالسلامة تسخن المراتب وعندك نافيجيشن على كاميرا معك كاميرا 360 درجة عندك الخروج على المسار الشريفية برسم الكهرب ماشي الموتر 52,000 كيلو نجي نشوف الكاميرات 360 درجة